أيها المواطنون الأوفياء، نقف هذا اليوم وقفة تقدير واعتزاز لكافة الجهود المخلصة التي بذلت خدمة للوطن الأبي المعطاء. ألا يا عمرو بن كلثوم اسمع، وقبلك يسمع الحاضر حكينا، احنا اللي طفلنا من قبل يولد تخر له الجبابر ساجدينا، واحنا اللي حرفنا كالسيف مغمد نسله في وجوه الجاهلين، واحنا اللي صمتنا فضة وحكينا ذهب نستخرجه للعالمين، واحنا اللي نرمي الشيب ونلبي نداء عمان ان نادت بينا، من ضفار المراجل لين مسندم جنود بجلب واحد مخلصينا، عمانيينا ما يشبه سوانا وفي التاريخ ما يشهد علينا، حملنا راية الاسلام طوعا ودعا لعمان خير المرسلين. ألا يا رب تحفظها وتبقى عمان المركب الأمجاد مينا.